لطالما كانت المرأة الصحراوية مثالا للتحدي والصمود ضد المحتل. هنا على هذه الأرض نشأت الصحراويات على مبدأ واحد، نيل الاستقلال ولو طال أمده. زغم إبراهيم صلاحي، إحدى قريبات المناضلة الثائرة سلطانة خيا. هذه المرأة الرمز تعتبر مثالا لكل الصحراويات الصامدات في وجه المحتل. قريبة سلطانة خيا، نضامنا مع عائلته الخية كاملة، نضامنا مع سلطانة، اللبوءة، السجاعة. سلطانة هي رمز النضال ورمز الصمود، هي مثال الصحراويين كاملين، عادت مثال جميع الصحراويين بصمودها وبنضالها، وكذلك الواعرة صمودهم ونضالهم. والبيت بيتها الخية، البيت المحرر في مدينة بوجدوم، ورانا نطلب من جميع حقوق الإنسان والمنظمات، واللي كامل عنده دمير واللي فيه ذرة إيمان، رانا طالبين وعن نساعدهم وعن نفك الحصار عنهم. الحصار الذي فرضه المحتل المغربي على سلطانة خيا لم يمنع عائلتها من متابعة أخبارها وإعلان التضامن المطلق معها. سلطانة عاد نشوفها قلة في التلفزة، دائما نشوفها، كل البارح شفناها في التلفزة فوق دارها هي والواعرة لافدات أعلامهم الوطنية ويكروا الشعارات الوطنية، ورانا بعد شاكرين هم، ورانا معاهم وشادين على يديهم، وزين عندنا ذاك اللي عدروا، وزين عندنا ونتمناه من مولانا عن جميع الصحراوي اللي فهم يعودوا كيفتهم، يعودوا حاملين الأعلام، ويعودوا واقفين في الشوارع، ويعودوا يساعدوهم ويجوهم ويعرفوا حالهم. ورانا مقاربة شاكين منهم لمولانا وشاكين منهم للمنظمات. قناعة الصحراويات باستقلال الوطن لم تتغير رغم سياسة المحتل في النيل من القضية. في مخيمات اللاجئين أو هناك في الأرض المحتلة، لا صوت يعلو فوق صوت الحرية ولا مطلب غير الاستقلال الكامل.